هاي جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيبقى تجهيزاتي للبحر كالعاده. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس واللايك للفيديو لو عجبكم. سبكن هاي مره ثانيه. وطبعا اول حاجه هناخد منتجات السكين كير وحاجات ثانيه هنشوفها مع بعض، هحطهم في الباك دي. عملية جدا وبجد تحفة. اول حاجة هناخد سيروم الياسا فيكا الكوري بالاعشاب البحرية، يعني ماتشنج مع البحر. دي اول حاجة هاخدها في السكين كير. وتاني حاجة كريم ارجنتو الليلي بالكولاجين والهايلورونيك اسيد. طبعا لازم الاعتناء بالبشرة في الجو البحر والشمس، ده ضروري جدا. ده طبعا بيبقى شكله ترطيبه عالي جدا علشان طبعا البشرة بتقشر ويعني بتبقى مجهدة من المية. فهاخده هو ده والسيروم. وبعدين هاخد الليبستكس دي والمسكارا طبعا لا غنى عنها، والتو ليبستك دول طبعا الوانهم حلوة وعلى حسب الالوان اللي انتوا بتحبوها. وهاخد ايلاينر، ده طبعا ضروري جدا برضو لا غنى عنه، تحفة 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 النوع ده لو بتدوروا على ايلاينر كويس. وهاخد كبسولتين تشيت ماسك علشان بشرتي بتبقى حساسة جدا، فبحطهم في مية ساقعة وبعملهم على بشرتي، برضو دي حاجة ضرورية جدا. وطبعا غسول ارجنتو. وطبعا التوب معانا النهاردة السان بلوك، ده طبعا اساسي يعني بكلهم. فسان بلوك بروفيت كنت جايباه معاكو قبل كده، تحفة جدا جدا ومعامل حماية 50. فهي دي الحاجات اللي هاخدها، ميك اب وسكين كير والسان بلوك والغسول. هي دي الحاجات اللي هاخدها في الشنطة الصغنونة دي. وبعدين هناخد الهيدفون، طبعا جبتها مؤخرا كانت عجباني بدل هاند فري والايربودز فحبتها جدا، وطبعا هاخدها معايا. والمناديل دي طبعا معروفة جدا جدا في المصايف، الوانهم عجبوني جدا، بينك وبلو و جرين، فالوانهم تحفة. وطبعا البوركيني بتاعنا دي البني، وهو جامب سوت وبوني وسكيرت مع اتنين سكيرت، سكيرت عادية وسكيرت شيفون، فهو ده البوركين. وهاخد الحلق البينج، ده طبعا كيوت جدا جدا وبرضو لايق جدا على البوركيني. وطبعا الفيزا، وهم دولت كل الحاجات اللي هاخدها معايا وبس. وهنا طبعا في السوبر ماركت هشتري السناكات اللي هاخدها معايا في الطريق. وبس خلصنا. ببساطة هو ده فيديو النهاردة وهي دي تجهيزاتي للسفر. انتظروا فلوج العين السخنة كامل الاسبوع كامل هتقضوه معايا وبس. ما تنسوش تضغطوا اللايك للفيديو لو عجبكم وكومنت لطيف، واشوفكم الفيديو الجاي وباي.